من العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب وصعد السماوات وجلس عن يمين أبيه وعدن يأتي في مجدي الذي لا يحيى والأموات نعم نوم بروح القدس رب المحيي المنبثق من الآب نازل اللهم مجدهم على الآب والابن ناطق بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولها وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا كثيرة آمين كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون قدوس 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 رب الصبوات السماء والارض مملات مجدك وكرامتك ارحمنا للابد ابطل كل الثلوث القدوس ارحمنا يا رب لك قدكم معنا حل واغفر واصفع الله عن سيئاتنا صنعنا برضتنا صنعنا بغير رضتنا لا تدفع عنا معرفه ولا تدفع عنا بغير معرفه الخير يا رب اغفر من اجل اسمك القدوس عزو عننا كرحمتك ابلسك خطايانا اجعلنا مستحقين كل بشكر ابانا الذي في السماء ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين مجدا واكراما اكراما ومجدا الثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعه على اسم يمين اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السمائي من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وتقدماتنا والذين قدموا يا رب ارحم هللويا خون شعب ماين ارشوش انتفنو نارين بو مفنوت في طفتي ام بونف انت طامتالو تينا اون هنا كيفو لفنوت بنوت خن اوكي صارا اريف مبيب شوي سن دافيد مترم راف شتير اللي في نفران ام فيوت نمشيرين ام بيبن ام ثواب ونوتي ان اوت في سمروت ان جيف نوتي فيوت بيبان دكراتور سمروت انجبف منو جنيس انشيري سوز بخريستوس بن شويس آمين سمروت
ثواب بركليت. آمين. Espetir agios, is eios agios, in epneumagion. Amin. Flogitos kyrios, osi osi istos, eones. Amin. Nes nusiru ezmo epčois, maru ezmo erufungineia usiru, djebefnaitagru eriegon. Ο Άντεμις μείνετε πιστός στο φαίνιε μενέλιλο, ο Ωια. Δόξα πατρίκε, Υιόκε, Άγιον Νευμά. Τι καινίκε αϊκέ, στος αιώνας των αιώνων, αμήν. Alleluia. Shlil. Ebe prosavshi estas ite. Irini pasi. Ke to pneumati. Νότιφ Ιώτεμ Μπεν Σοΐς, Ωχ Μπεν Νότι, Ωχ Μπεν Σωτήρ, Ιησούς Μπε Χριστός. Γεια φέρες και βάζιν εγώνα φέρ, βοήσιν ήρωνα φάρε χέρον, αφσόπτην ήρωχ αυτή, άσο ήρων αυτή του τέν, αφήν τέν σάχρι, ατάι ονούθοι. Εν τόφον, μάριν τύχο ερωφός εν τύχαρέρον, εν πάιχο ούεθο αφάιχο τύρον τέμπεν όνχ, εν ειρήνην ευέντζβι παντο κρατούρ ευσοίς εμπεν νότι. Προς ευεξάστη. Κύριε λέησον. سيدنا ابن الله ضابط كل ابو ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لانك سترتنا وانتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك وأشفقت علينا وعادتنا تدبنا إلى هذه الساعة. أطلبوا لكي يرحمنا الله ويترعف على آينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا البطريرك الأنبا طاووس تاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا رفا آيل ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة الصلاة المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب لأجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وعمرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو صوتي صامين كن
إتو إبن إغما آتي نفسن تخن إتو إصوام أيب شو سميني بلي أنت سيون إهوتين ما إن شو بيتير أنت يقوم أفصى جزبيتين عن بيوي إفطايوت تباكي أنت فنوتي الليلويا سيونتي مفناغون زي أورومين مورومي أفشو بين خيط أو أن صفت تشوسي أغيس انتي أموس شائني الليلويا لينامين تاغونات لينا نفنوتي فيوت بي باندوكراتو انا استومين لينامين تاغونات لينا نفنوتي بين سوتي كي انا استومين لينامين تاغونات لينا نفنوتي اوه لينان كيريلي ايسون عبيد خدام هذا اليوم الخصوص وشمامس اكليوس وكل الشعب وضعف فليكونوا محللين في الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس من الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية ومن أفوال 12 رسول فم ناظر إله الإنجيلي ماركوس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس سبيروس معلمنا ديوسكوروس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم قديس كيرلس قديس باسيريوس قديس أوروريوس من أفاد 318 مقدام بنكري من 50 بقسطنطينية 200 بأفسوس ومن فم أبينا الطباو المقرم رئيس الكهنة البابا الأنبا تودروس ومن فم حقارات إنه مبارك من الأب لابن الروح القدس الآن كل عنده كلها أمين إن بنيوت الطايوت نعشير إفسي بابا أبا تودروس نم بنيوت نبس قبوس أبا Yeah.
البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا آمين. فشكراً لله أنكم قد كنتم عبيداً للخطيئة فسمعتم وأطعتم من قلوبكم رسم التعليم الذي تسلمتموه، فمن ثم بعد أن تحررتم من الخطيئة صرتم عبيداً للبر. أقول كلاماً بشرياً من أجل ضعف أجسادكم، إنكم كما جعلتم أعضاءكم
عبيدا للنجاسة والإثم للإثم، كذلك الآن اجعلوا أعضاءكم عبيدا للبر للقداسة، فإنكم حين كنتم عبيدا للخطيئة صرتم أحرارا للبر، فأي ثمر حصل لكم إذ ذاك من تلك الأمور التي تستحون منها الآن؟ إنما عاقبتها الموت. وأما الآن وقد تحررتم من الخطيئة واستعبدتم لله فلكم ثمركم للقداسة، والعاقبة هي الحياة الأبدية، لأن أجرة الخطيئة هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخوتي، آمين. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يهوذا الرسول بركاته علينا آمين. يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب إلى المحبوبين في الله الآب المحفوظين والمدعوين ليسوع المسيح، لتكن لكم النعمة والرحمة والسلام والمحبة. أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن خلاصكم جميعاً، اضطررت أن أكتب إليكم واعظاً أن تجاهدوا في الإيمان المسلم مرة لكم أيها القدسون، لأنه قد اختلط بنا أناس خلسة قد سبق فكتب عنهم لهذه الدينونة، منافقون يغيرون نعمة ربنا إلى النجاسة وينكرون السيد الوحيد ربنا يسوع المسيح. فأريد أن أذكركم ولو علمتم كل شيء إن يسوع في المرة الأولى خلص شعبه من أرض مصر، وفي المرة الثانية أهلك الذين لم يؤمنوا به، والملائكة الذين لم يحفظوا رئاستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بأغلال أزلية تحت الظلمة، كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولهما إذ زنت مثلهما ومدت وراء جسد آخر جعلت مثالاً مكابدة عقاب نار أبدية. وهكذا هؤلاء أيضاً المحتلمون ينجسون جسدهم ويحتقرون السيادة ويفترون على ذوي الأمجاد. وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما قاوم إبليس وتكلم عن جسد موسى لم يقصر أن يورد حكم افتراء عليه، بل قال ليزجرك الرب. ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون، وأما ما يعرفونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون. والويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة، وهلكوا في مجادلة كورح. هؤلاء هم الذين في ودادهم ملومون يتنعمون معكم راعين أنفسهم وحدهم بلا خوف، غيوم بلا ماء تحملها الرياح وتردها، أشجار خريفية بلا ثمر قد ماتت مرتين وقلعت من أصلها، أمواج بحر هائجة مزبدة بخزيهم، نجوم تائهة محفوظ لها كتام الظلام إلى الأبد، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يعمل مشيئة الرب فيثبت إلى الأبد آمين. شارف نوتي Oh,
أسيس فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران خطاياكم، فتقبلوا موهبة الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأبنائكم ولكل الذين على بعد. كل من يدعوه الرب إلهنا وبأقوال أخر كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا: اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فالذين قبلوا الكلام اعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل وشركة كسر الخبز والصلاة، وصار خوف في كل نفس، وكانت آيات كثيرة وعجائب تجرى على أيدي الرسل في أورشليم، وحدث خوف عظيم على جميعهم، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، وأملاكهم وأموالهم كانوا يبيعونها ويقسمونها بينهم جميعا كما يكون لكل واحد احتياج، وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة ويكسرون الخبز في البيوت ويتناولون الطعام بابتهاج ونقاوة قلب، مسبحين الله ونائلين خطوة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم الذين يخلصون إلى البيعة. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتزود في بيعة الله المقدسة من الآن وإلى الأبد. آمين.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اليوم الثامن عشر من شهر امشير المبارك احسن قضاء وعاد علينا وعليكم، ونحن مغفور خطايا الاثام والزلات من قبل ما رحم ربي باخوتي امين. في مثل هذا اليوم من سنة 381 ميلادية تنيح القديس ميلاتيوس المعترف بطريرك انطاكيا، رسم أسقفا على سبسطية سنة 357 ميلادية، ولقساوة شعبها تركها وانفرد قرب مدينة حلب بالشام. وفي سنة 360 ميلادية انتخبوه بطريركا على انطاكيا فظل يقاوم الأريوسيين، فلما سمع الملك قسطنطين وكان أريوسيا نفاه عن كرسيه في نفس سنة تنصيبه، فاجتمع الأساقفة والكهنة والشعب وكتبوا إلى الملك يطلبون رجوع بطريركهم، فاستجاب لمطلبهم وأعاده إليهم سنة 362 ميلادية. ولكنه بعد رجوعه لم يكف عن مقاومة الأريوسيين معلما الشعب الإيمان الأرثوذكسي السليم، فنفاه الملك مرة ثانية. وفي المنفى اجتمع إليه كل المنفيين من الأرثوذكس يشجعون بعضهم بعضا، وكان يرسل إلى شعبه رسائل رعوية يثبتهم بها على الإيمان المستقيم. أقام في المنفى سنين كثيرة، ثم عاد إلى إنطاكيا سنة 378 ميلادية، وشهد مجمع القسطنطينية المسكوني سنة 381 ميلادية، ثم تنيح بسلام، وقد مدحه القديس يوحنا ذهبي الفم مبينا عظمة مقداره واحتماله الآلام من أجل الثبات على العقيدة والإيمان المستقيم. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا تم تدشين كنيسة القديس بولس البسيط أحد تلاميذ القديس العظيم أنبا أنطونيوس أبو الرهبان. كان بولس فلاحا بسيطا من بلدة أطفيح، تزوج وهو في سن متقدم من شابة صغيرة، وكانت تخونه مع رجال آخرين. وفي أحد الأيام دخل بيته فوجد زوجته في ذات الفعل، فترك لها المنزل وانطلق إلى القديس الأنبا أنطونيوس ليترهب عنده ويتتلمذ على يديه. حاول الأنبا أنطونيوس أن يثنيه عن هذا العزم نظرا لكبر سنه وصعوبة طريق الرهبنة، ولما رآه مصرا اختبره باختبارات شديدة وتجارب صعبة نجا فيها جميعا، ولما رأى مصابرته قبله وأمره أن يعمل له اللاية بالقرب منه، وعاش تلميذا مطيعا رغم كبر سنه. ومن أجل بساطته ونسكه وجهاده منحه الله موهبة إخراج الشياطين وكشف أفكار الناس. وحدث مرة أن ذهب إلى برية الإسقيط لافتقاد الرهبان، وفي وقت الصلاة دخل الكنيسة وكان يتأمل كل واحد من الداخلين ويعرف الحال التي عليها نفسه، وكان يرى مناظرهم بهجة وملائكتهم تتبعهم مسرورة، ورأى أحدهم أسودا كله وشياطين سمجة محيطة به وملاكه يتبعه من بعيد عابسا. فلما رأى القديس بولس ذلك قرع على صدره وبكى وخرج من الكنيسة حزينا، وحاول الرهبان إدخاله إلى الكنيسة فأبى، وجلس على باب الكنيسة باكيا. ولما انتهت الصلاة وخرجوا كان يتطلع إليهم، فرآه ذلك الراهب الذي دخل الكنيسة في حالة سمجة قد خرج بهي الوجه منيرا وملاكا ملازما له مسرورا والشياطين يتبعونه مكمدين. فوسب القديس بولس بفرح عظيم وهو يسبح الله قائلا: هلموا انظروا أعمال الله العجيبة الذي لا يشاء موت الخاطي بل أن يرجع إليه ويحيا. فاجتمع الكل يسمعونه فأخبرهم بما رآه
وسأل الراهب أن يذكر سبب التغيير الذي طرأ عليه، فقال: منذ زمان وأنا عايش في النجاسة، فلما رأيت الأب باكياً بدأ قلبي يتخشع، فأنصت إلى القراءات، فسمعت إشعياء النبي يقول: اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أعمالكم من أمام عيني، كفوا عن فعل الشر، تعلموا فعل الخير. وهلما نتحاجج، يقول الرب: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. فلما سمعت أنا الخاطئ هذا الكلام، أحسست بثقل خطيتي وصليت قائلا: أنت يا رب المتحنن الذي جئت لخلاص الخطاه أمثالي، يا من قلت أنه يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب، والآن يا رب اقبلني تائبا، وها أنا منذ الآن لا أعود أصنع شيئا من الآثام، وسوف أخدمك بطهارة وبر جميع أيام حياتي. وعلى هذا العهد خرجت من الكنيسة، ولما سمع الآباء مجدوا الله المحب لخلاص الناس، بركت صلوات الجميع وصلوات صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا رفائيل فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم أبديا، أمين. Agios asanatos o ekbarseno genesis eleison imes agios. Agios agios asanatos o stavrotis dimas eleison imas agios theos agios hesheros agios asanatos o anastasin ton nekoron ke anelson estos oranos eleison imas dux sabatrike eio ke ageio pneumati kenin ke ai ke estos eona ston eonon amina geatrias eleison. Και το πνεύμα τη Ιησού. Άγιος Σιδ Ρμπ Ιησού Αλμεσίχ Ιλάχουνα, Αλλαδί Χάτβα Τλαμίζ Αλκαδίσιν, Ορούσουλ Αλατχάρ Αλμουκαρμίνα Κάιλαν. إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع، فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة بطلبة تقديسي. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. يا رب ارحم. أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا، يا رب نيحهم
المرضى اشفيهم جان سكغار ببنون ختيرو نمبن اوجيتيرو نمتن هل بستيرو نمبن طلاتشو تيرو نمتن انستاسي ستيرين وان الليلو يا مارو تشانس خن ديك لنسي انت بفلا اونس او مارو از موير وفيت كاتن راين تيني ابرز فيت جاف کو اینو میتیو تیم بیتی نانی سو ای وی نا وین جنیت سو تونو ای وی او اف آر کن جیب شایز خو این اف او ام این ای سی جنسوک بفو ابشاین ای خاطئ تانكسي سمل شي سي ادي شاي صوي نام مقبني اود سوي بن بطني ارشيز بابا ابا تاوان روز بيماهي اسنا لم بنيوت نبس قوم صبر فا اي لبشوي سف ار ابتن اون Sasite mete bobotheo acosamiento agio evangelio efes maru oten jefietnio khenefrane shesentinigom kireflogeson ekto katamathio agio evangelio to anagnozma losasikere من مزامير أبينا داود النبي بركات علينا أمين إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يقدر أن يثبت أمامك لأن من عندك المغفرة توكلت نفسي على الرب هللويا الإنجيل المقدس فصمن بشارة معلمنا متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا أمين الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج الشر ولكن أقول لكم إن كل كلمة باطلة يقولها الناس سوف يعطون عنها جوابا في يوم الدين لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك حينئذ أجابه قوم من الكتبة والفريسيين قائلين أيها المعلم نريد أن نرى منك آية أما هو فأجاب وقال لهم الجيل الشرير والفاسق يطلب آية ولن تعطى له آية إلا آية يونان النبي لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليالي هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال
رجالين وسيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمناداة يونان وهو ذا أفضل من يونان ها هنا. مالكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان وهو ذا أعظم من سليمان ها هنا. إذا خرج الروح النجس من إنسان يمضي إلى أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة فلا يجدون، حينئذ يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه، فمتى جاء يجده فارغا مكنوسا مزينا فيمضي حينئذ ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر منه فيأتي ويسكن هناك، فتصير أواخر ذلك الإنسان أشر من أوائله. هكذا يكون لهذا الجيل الشرير. والمجد لله الروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة بداية هذه الأيام المقدسة، وإحنا كلنا عارفين إن منادات يونان لأهل نينوى كانت منادات التوبة. عشان كده إحنا النهاردة مجتمعين في الكنيسة لكي نسمع منادات يونان ونقدم توبة لله. كلمة توبة يعني عودة، نعود إلى الله. الله صالح، الله قدوس، الله خير. لما خلق الخليقة خلقها من خيط صلاح، أنعم عليها بالوجود من العدم. عشان كده في القداس بنقول من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن، بنقول الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الإنسان. الله الصالح لما خلق الخليقة كان يريد أن تكون الخليقة صالحة مثله. طبعا كل الخليقة ليس لها إرادة إلا الملائكة والبشر. الملائكة والبشر عندهم عقل، والعقل معناها بنفكر وبناخد قرار، وإما الإنسان يميل إلى الخير أو إلى الشر. الله يريد أن احنا نحيا في الخير والصلاح. عشان كده الملائكة نفسهم قبل خلقة الإنسان وبسبب العقل والحرية والإرادة، جزء منهم أخذوا اتجاه ربنا يكونوا ملائكة صالحين يفرحوا بالخير، وجزء أصغر بقيادة إبليس أخذوا بسبب العقل والحرية اتجاه يكونوا ضد الله. عشان كده اسمه الروح الشرير. واحنا في صلاة أبانا الذي في السماوات نقول نجينا من الشرير اللي هو الشيطان. وظل الشيطان طبعا يعمل من أجل الشر بالرغم ربنا خلقه من أجل الصلاح. لما ربنا خلق الإنسان الشيطان حسده على نعمة الوجود ونعمة العقل، فابتدى يكتذبه من أول لحظة. يعني الشيطان اصطاد حواء بدري قبل ما يعملوا أي حاجة، ومن خلال حواء أغوى آدم
فسقط الجنس البشري كله تحت سطوة الشيطان، لأنه استاد رأس البشرية وجدره. لكن الله الصالح لا يشاء هلاك الإنسان، عشان كده دبر لنا كل تدبير الخلاص، وفتح لنا باب التوبة، وأعطانا التعليم المقدس. قال تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. صار لنا بتجسده نموذج ومثال نمشي وراه. فالنهاردة في الإنجيل بيقول خلي بالكم، الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح. وكأنه بيقول أرجو أن أنتوا تنحازوا إلى ناحية ربنا. واللي حس في نفسه أنه هو انحاز ناحية الشيطان وبقى كنزه شرير، في فرصة مفتوحة أن يرجع تاني يكون مع الله. ودي المناداة اللي ناداها يونان لأهل نينوى، وهم حظهم جميل أن أطاعوا، والملك نفسه أطاع. الملك هنا يرمز لكل إنسان مسؤول. أنت أب في البيت وأنت أم، في خادم في الكنيسة وفي كاهن. في الحقيقة القائد بيحدد إلى حد كبير مصير اللي معاه. عشان كده مثلا في سفر التثنية ربنا يقول وضعت أمامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. مش أنت بس، لما أنت تختار الصلاح هتلاقي البيت كله ماشي في صلاح، لأنك أنت القائد. فالملك في مدينة نينوى لما وصل له النداء بتاع يونان قام عن العرش ولبس المسوح ونادى بصوم واستجاب، فكانت المدينة كلها مستجيبة. وصار هنا بدل ما يكون كنز قلبهم شرير صار الكنز صالح، مجرد الاستجابة لمنادات يونان. والسيد المسيح قال للفريسيين هو ذا أعظم من يونان ها هنا. وانتوا واخدين في بالكم مين أعظم، المسيح على المسبح ولا يونان؟ طبعا المسيح هو الخالق والمخلص، مش بس بينادي بالتوبة لكن أيضا يغفر خطايا. يونان ما عرفش يغفر. يونان عامل زي الدكتور بتاع التحاليل اللي يكشف لك ان في غلط لكن معهوش علاج. اما المسيح معه كل شيء، ينبهنا لاخطائنا ويدعونا للتوبه ويعطينا ايضا القوه ان احنا نتوب ويدينا الغفران بدم. عشان كده لازم كل واحد فينا يحدد مستقبله. الحكايه في منتهى البساطه، ركزوا معايا في الكلمتين اللي هقولهم. في مواقف كتير بنتعرض ليها، استجابة بتاعتي كانت إما هبقى مثل ربنا أو زي الشيطان. بسرعة حدد. واحد ضايقك، استجابة ربنا إنه بيسامح ويطبطب ويقول ما جراش حاجة مش واخد باله. الشيطان يقول لا يضايقني أضايقه، وانا كمان مش اقل منه، هو يرشني بالميه ارش بالدم، وانا ياما استحملت ومش هستحمل تاني. دي منهج الشيطان. يبقى انا من غير ما ادري لقيت نفسي مشيت في سكه الظلام. ممكن ضميري يوجعني فارجع للصلاح واقول خلاص ما جراش حاجه طيب احسن، وممكن انا اسكت ضميري لما اقول له لا ما انا كده هتركب، انا لازم اخد حق ومش هسيب الموضوع ده، فتلاقي ايه مشينا في سكه ثانيه.
مواقف كتير بقى تعدى علينا، استجابتي أنا إما هتكون نور أو ظلمة، إما صلاح أو شر. ومش من المناسب إن الإنسان يعيش ويموت وما تغيرش. نفسي الناس تلاحظ عليك إن أنت يعني اتحسنت، أنت بقيت أحسن من الأول. كان زمان لما كنت شباب كنت عنيف وكنت مثلا بتزعق وكنت بتتخانق، دلوقتي عقلك كبر وقلبك وسع وضميرك بقى حلو، بتريح الناس وبتطبطب وتستوعب وتستحمل، لأنك اخترت أن تمشي في سكة الصلاح. في إنسان من صغره بيبقى صالح وطيب وجميل مثل الله، وفي إنسان محتاجة منه مجهود، بس أي مجهود إحنا ننوي إن إحنا نمشي فيه لأن نعمة غزيرة جدا. الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسار، مجرد الإرادة. أنا فعلا يا رب نفسي أتغير، أنا فعلا يا رب سمعتي في وسط الناس إن أنا نرفز، إن أنا أناني، إن أنا صدامي، إن أنا دايما بتخانق وأنا مش عاجبني الوضع بتاعي، بس مش عارف أتغير. ممكن أنت يا رب تغيرني؟ يقول لي مجرد عندك النية أنا أشتغل. لكن لو أنت مبسوط بنفسك وتقول أنا كده إن كان عاجبكم أوكي خليك كده، بس أنت اخترت بنفسك أن تكون في سكة الظلام، في مملكة الشيطان. حتى لو كنت جوه الكنيسة، حتى لو كنت خادم، حتى لو كنت مكرس حياتك لربنا، بس انت منهجك مش بتاع ربنا. تحكش على نفسك، شوف مطلع الإنجيل، الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح. في الترنيمة اللي بنقولها في توزيع التناول بنقول علمنا يا رب أن نكون متسامحين، ودي أكتر خطيئة تنتشر بين الناس الفضلاء. يعني أنا لا أتوقع حد فيكم بيسرق، أنتوا ناس فضلاء، ولا أتوقع حد فيكم بيزني، أنتوا ناس محترمين، لكن أتوقع أن في حد فيكم حمائي يتنرفز ويبقى هو حلو، بس دي مضيعاه، دي مخلياه ماشي في سكة الهلاك. طب ما نسمع بقى نداء يونان ونقول ما نرجع عن طريق الشر اللي احنا كنا فيه. تقول لي ده مش شر، ده انا حقي باخده. خده بالمسيح، مش تاخده بدراعك. بدراعك دي طريقة الشيطان. بص الشيطان يقتحم الانسان ويخدعه ويستولي عليه. المسيح في المقابل يقول انا واقف على الباب اقرع. طب ما تدخل. اما انت تقول. لكن انا مش هعمل زي الشيطان. الشيطان خلانا نرث خطية آدم كلنا، لكن المسيح ما خليناش نورث المعمودية، كل واحد بمفرده. أبونا لما بيعمد يقول عمدك يا فلان، مش عمدك يا فلان ونسلك إلى الأبد، عشان كل واحد يقبل إليه بإرادته. ودي اللي قالها إنجيل يوحنا، أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، واللي ما قبلهوش مش عاملها بالعافية. من له أذن للسمع فليسمع، من يستطيع أن يقبل فليقبل. بولس الرسول يقول الإيمان ليس للجميع، هو متوقع أن في ناس تقبل وناس ترفض. إحنا ما نكونش من الرافضين. بولس الرسول لما كان ضد المسيح شاول الترسوسي وظهر له المسيح في الطريق، هو يقول لم أكن معاندا للرؤية، على طول قال له ماذا تريد يا رب أن أفعل، لأن أنا كنت مفكر نفسي ماشي صح، أنا موت استفانوس وأنا بظن أني بقدم لك خدمة. قال له لا، أنت بتضطهدني، أنا صعب عليك أن ترفس مناخس. طب أعمل إيه؟ قال له دير اتجاهك وامشي في سكتي، مش في سكة الشر. احنا مش بنقتل، احنا مش بنظلم، احنا مش بنأذي حد،
احنا بالعكس، اقبل الظلم واحتمل، اقبل الشتيمة وما اشتمش. المسيح نفسه كان يشتم ولا يشتم. اقبل ان واحد يضايقني بس انا اطبطب عليه. اقبل ان حد يطلع عليا كلام وحش بس انا ما اقولش عليه كلمة وحش، لان مسيحنا عمل هكذا. فيبقى الانسان فينا ماشي في سكة ربنا. هنا في اتجاهين، الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. وطبعا اكتر حاجة بتعبر عن افكارك هي كلامك، عشان كده قال كل كلمة باطلة يقولها الناس سوف يعطون عنها جوابا في يوم الدين. بكلامك تتبرر وبكلامك يحكم عليك. خلي بالكوا عندنا كده مستويين، مستوى انك تضبط فكرك ما يبقاش في حاجة فيها شر، ولو كان فكرك برضو بيميل للقساوة او للانتقام اضبط لسانك ما يطلعش الافكار دي. لان لما يكون في فكرك فقط ممكن تتعالج الحكاية، لكن مجرد خرج من فمك الكلام هنلملمه ازاي؟ انت قلت كلام فيه انتقام وفيه قساوة، هجيبه ازاي؟ هجيبه ازاي من الهوى؟ وصل للناس تجمعه تاني ازاي؟ عشان كده مستوى ان انا اضبط فكري ما يبقاش فيه اي فكرة سلبية، او ان انا افكر بطريقة الشيطان والدراع والقوة والغلبة والكلام الكتير هبقى قديس. لكن لو انا افكاري متعبة لكن بقدر اضبط لساني تبقى رجل كامل زي ما قال القديس يعقوب في رسالته. وطبعا احيانا واحد يسيب الفكر والعنان يقول افكار شريرة كتيرة ولسانه يطرع الكلام القاسي وايده كمان يضرب ويعنف وحياته مليانة بالأذية. اوعوا تفكروا ان اللي يمشي في سكة ربنا حقه مهضوم. اوعوا تفكروا ان انا لما سامح واحد شتمني ان انا اتغلبت. اوعوا تفكروا ان استفانوس ساعة ما رجموه وقتل كان مغلوب. اوعوا تفكروا ان المسيح على الصليب كان ضعيف. لكن احنا فاهمين ايه القوة. القوة ان تحتمل، القوة ان انت تقابل الاساءة بالاحسان، القوة ان يكون قلبك متسع يتسع للجميع وتستوعبهم وتريحهم. والحاجة اللي الناس عايزاها خدوها، انا مش عايز حاجة. ربنا هيفتح السماء ويمطر عليك من خيراته. امشوا في سكة تجدوا راحة لنفوسكم. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. وقال احملوا نيري عليكم. ايه هو النير؟ تنفيذ الوصية. تقول تقيلة قوي، طب جرب، جرب انك تسامح واحد اهانك هتلاقيه نير هين وحمل خفيف. هو الشيطان بيدينا إيحاء كده ان انت لو سمحت يبقى موضوع صعب قوي، موضوع صعب قوي. لسه واحدة مقابلاني بتقول لي انا مش قادرة انسى الأسية بتاعت حد أذان. انا مسامحاها لكن مش قادرة انسى. بيضحك على نفسي بكلمة مش قادرة انسى. وهي قالت لي صلي لولادي، قلت لها عشان ربنا يبارك ولادك سامح الست دي. قالت لي يا نهار اسود، انا اسف على التعبير يعني، لانها مش عارفه مش قادره مش عايزه. كانها بتقول لي ما تربطش دي بدي، انا عايز ولادي يبقوا كويسين من غير ما انا اسامح الناس. هي عفويا قالت التعبير ده. قلت لها يا ستي حرام ليه كده؟ ده المسيح ياما عملوا فيه وياما احنا عملنا فيه هو مسامح. فخلينا قلبنا حلو يمشي في سكه المسيح مش في سكه الشيطان. الإنسان الصالح من كنزه الصالح يخرج الصلاح،
والإنسان الشرير من كنزه الشرير يخرج الشر. ربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفي طفار يونس في خنس نجم بيكيتوس اطافت في بشون كم في يوم أريرون قطعت قم جفس مروت جفيوت نم بشيري قائس قواب تتريا سنجي كبول تن او اشتم مستن تي او اوناس ام صفيا سيبروس كمين كريرسن كريرسن كنوم اسمية بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق يساوي للآب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا العهد بلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجدي ليدي الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين تنجوش تبون خايتين تيانا استاسيس انتن يرف مون نم بيون خن تبيونت نيون أيها الكائن الذي كان الدائم إلى الآبد الذاتي والمساوي والجليس والخالق الشريك مع الآب الذي من أجل الصلاح وحده مما لم يكن كونت الإنسان وجعلته في فردوس النعيم وعندما سقط بغواية العدو ومخالفة وصيتك المقدسة وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته الأولى
لا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبي أن ائتمنته على خلاصنا، بل أنت بغير استحالة تجسدت وتأنست وشابهتنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها، وصرت لنا وسيطا مع الآب، والحاجز المتوسط نقضته، والعداوة القديمة هدمتها، وأصلحت الأرضين مع السمائين، وجعلت الاثنين واحدان، وأكملت التدبير بالجسد. وعند صعودك إلى السماوات جسديًا، إذ ملأت الكل بلاهوتك، قلت لتلاميذك ورسلك القديسين: سلامي أعطيكم، سلامي أنا أترك لكم، هذا أيضا الآن أنعم به لنا يا سيدنا، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل خبث ومن كل شر ومن كل مكيدة ومن تذكار الشر الملبس الموت. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسول يا رب ارحم، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة طاهرة، لنتناول بغير انتراح في الحب من موهبتك غير المائتة السمائية، بنعمتك ومسرة أبيك الصالح وفعل روحك القدوس، لأنك أنت الرازق ومعطي جميع الخيرات. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة ولا شرك، انصروا ونمصر. هيتن برنس فيان تيتي ثيون توكون سيثوان ماريا بشوي صاري موتنان بكم إفولنتن إنو فيتن وشتم مقو بخير توس.
سوس نم بابن ومعثوم جاكي أكسو تيمون إليوس إرينيس سيسي Yeah.
كيون أكسيون كذي كيون أكسيون كذي مستحق بالحقيقة تيوى عادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المري غير المحوى غير المبتدئ الأبدي غير الزامن الذي لا يحاد غير المفحوص غير المستحيل خالق الكل مخلص الجام آمين غافر خطايا انقذوا حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرام أنت الذي تسبحك الملائكة وتسجد لك رؤساء الملائكة أنت الذي تباركك الرؤساء وتصرخ نحوك الأرباب أنت الذي السلاطين تنطق بما أجدك أنت الذي الكراسي ترسل لك الكرامة ألوف ألوف وقوف قدام آمك وربوات ربوات يقدمون لك الخيم أنت الذي يباركك غير المرئيين وأنت الذي يسجد لك الظاهرين ويصنعون كلهم كلماتك يا سيد أيها الجلود
اسقفوا. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقي الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة الذي ثبت قيامه صفوف غير المتجسدين في البار أشر الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السرافيم اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئين احسبنا مع القوات السمائية ونكن نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة ونصرخ بما يرسله أولئك بأصوات لا تسكت وأكواه لا تفطر ونبارك عظاما هو القيام حولك الشاروبيم والسرافيم ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآب آخر فبجناحين يغطون وجوههم وبسنين يغطون أرجلهم ويطيرون باثنين ويصرخون واحد قبالة واحد من منهم يرسلون تسبحة غلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدا سبحوا ويا
نصيحوا قدوس قدوس أنت أيها الرب وقدوس في كل شيء وبالأكثر مختار هو نور جواري وغير موصوفة هي قوة حكمتك وليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجتك محبتك للبشر
عشر خلقتني إنسانا كمحب البشر ولم تك أنت محتاجا إلى عبوديتي بل أنا المحتاج إلى ربوبياتك من أجل تعطفاتك الجزيلة كونتني إذ لم أكن أقمت السماء لي سقفا وثبتت لي الأرض لأمشي عليها من أجلي ألجمت البحر من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان أخضعت كل شيء تحت قدمي لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك أنت الذي جبلتني ووضعت يدك علي ورسمت في صورة سلطانك ووضعت في موهبة النطق وفتحت لي الفردوس لأتنام أعطيتني علم معرفتك أظهرت لي شجرة الحياة وعرفتني شوكة الموت غرس واحد نهيتني أن آكل منه هذا الذي قلت لي لا تأكل منه وحده فأكلت بإرادتي وتركت عني ناموسك برأيي وتكاسلت عن وصاياك أنا اختطفت لي قاضية الماء أنت يا سيدي
سيدي أنت خلاصا كراع صالح سعيت في طلب الضال كأب حقيقي تعبت معي أنا الذي سقط ربطتني بكل الأدوية المؤدية إلى الحياة أنت الذي أرسلت لي الأنبياء من أجلي أنا المريض أعطيتني الناموس عونا أنت الذي خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك كنور حقيقي أشرقت للضالين وغير العارفين كل زمان أتيت إلينا على الأرض أتيت إلى بطن العذراء أيها الغير المحوي إذ أنت الإله لم تضمر اختطافا أن تكون مساويا لله لكن وضعت ذاتك وأخذت شكل العبد باركت طبيعتي فيك أكملت ناموسك عني أريتني القيامة من سقطتي أعطيت إطلاقا لمن قبض عليهم في الجحيم أزلت لعنة الناموس أبطلت الخطيئة بالجسد
أريتني قوة سلطانك وهبت النظر للعميان أقمت الموتى من القبور أقمت الطبيعة بالكلمة أظهرت لي تدبير تطوفك احتملت ظلم الأشرار بذلت ظهرك للصياد وخديك أهملتهما للطم لأجلي يا سيدي لم ترد وجهك عن خزي قتلت خطيتي بقبرك أصعدت باكورتي إلى السماء أظهرت لي أعلان مجيئك هذا الذي تأتي فيه لتدين أحياء والأموات وأعطاتي كل واحد كأعماله أقدم
لك يا سيدي أقدم لك يا سيدي تبعان لأقوالك أنت الذي أعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا أسلمت فيها ذاتك بإرادتك وسلطانك وحدك، أخذت خبزا على يديك الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحيي نؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. ونظرت نحو السماء إلى الله أبيك وسيد كل أحد وشكرت آمين.
آمين. وقدسته. قسمته وأعطيته لتلاميذك القديسين ورسلك الأطهار المكرمين قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لي ذكري. هذا هو بالحقيقة آمين. وهكذا أيضا بعد أن أكلوا أخذت كأسا ومزجتها من ثمرة الكرمة والماء وشكرت جمتي بي
أكتيف أون إن يتنوك الطيوت ناديوس ماثيتيس أوهن أبسطولوس إث أوال إجو إموس جتشيس أفل إن خدفتيرو فاي غربي باسنوف انت تي ديا فيك انفيري تونا فون في ايفول اجنسنو نمهن كميش انسيتيف ايفكو ايفول انتيني نوفي فاي تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي آمين 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 بموتك يا رب نبشر إذن يا سيدنا فيما نحن نصنع ذكرى نزولك على الأرض وموتك المحيي وقبرك ثلاثة أيام وقيامتك من الأموات وصعودك إلى السماوات وجلوسك عن يمين أبيك وظهورك الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذين لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا للحال
عمل كلمة الله. نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك ننصت ايفن صوما افواب انطاق بنشيناتيا فضيون ان اسنف افطايوت انت تيدي فيكم فاري مغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة. يا رب ارحم. وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. يا رب ينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى. يا رب ارحم. أرى تضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم. يا رب ارحم. أعطي بهاء للإكليروس نسكا للرهبان والراهبان. يا رب ارحم. طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للمتزوجين. يا رب ارحم. رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء. يا رب ارحم. وداعة
للفضلاء معونة للمساكين يا رب ارحم نجاحا للطلبة عملا للمحتاجين يا رب ارحم الشيوخ قوهم والذين في الحداثة أدبهم يا رب غير المؤمنين ردهم ولتنقض افتراقات البيعة يا رب ارحم حل تعاظم اهل البدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا من أجل السلام الواحد المقدس الجامع الرسولية الأرثوذكسية كنيسة الله يا رب كائنة من أقصى المسكونة إلى أقصائها والذين يفصلون فيها كلمة الحق باستقامة وبالأكثر بطريركنا الآب المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا رافائيل صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس الثاني بابا بطرارك ورئيس عساقبة المدينة العظمى الإسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا رافائيل وسائر أساقفتنا أرثوذكسيين يا رب ارحم وعن الكائئين ها هنا والذين ركفوا الأساقف والقمامسة والكسوس والشمامسة والإيبودياكونين صلوا من أجل القمامسة والكسوس والشمامسة والإيبودياكونين وسبعة أعمار كنيسة الله يا رب والأغنستوسيين والمرتبين والقرائين والرهبان والعذراء والأرامل والأيتام والنساك والعلمانيين وعن كل امتلاء بيعتك المقدسة يا إله المؤمنين يا رب يا رب الذين تملكوا في التقوى والذين هم الآن ملوك صلوا من أجل ملوكنا محبي المسيح يا رب ارحم
الأرحام. اذكر يا رب إخوتنا المؤمنين الأرثوذكسيين الذين في البلاط وجميع العسكر. صلوا من أجل الذين في البلاط من الإخوة المؤمنين الأرثوذكسيين وسائر الجيل. يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقديمتنا والذين قدموها. يا رب ارحم. اذكر يا رب الساكنين في الجبال والمغاير واخوتنا الذين في السر. صلوا من اجل الماء سبين. رب رحم. أنعم عليهم برجعات سلامية إلى منازلهم. اسجدوا لله بخوف. اذكر يا رب ضعفي انا ايضا واغفر لي جميع خطاياي حيث كثر الاسم وتكثر منك نعمتك. من اجل خطاياي خاصه نجاسات قلبي لتمنع شعبك نعمه روحك القدوس. ارحمنا يا الله مخلصنا. ارحمنا يا الله مخلصنا. ارحمنا يا Kyrie eleison.
إلي صن إلي صن إلي صن مس أوسع صوتير إيمون إلي صن إلي صن إلي صن مس أوسع صوتير إيمون إلي صن إلي صن إلي صن إيمسوس أوس أوسوتير إيمون كيري إلي صن إلي صن إلي صن إلي صن مس أوثوس أوسوتير Sotir imon eleison 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 imas o Theos o Sotir imon kiri بن صوتير جناينان 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 افنوت بن صوتير جنا آينان جنا آينان جنا آينان إفنوت بن صوتير كري إلي صن شعبك شعبك وكنيستك يطلبون إليك وبك إلى الآب معك قائلين ارحمنا 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 يا الله مخلصنا ارحمنا
ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا ارحمنا 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 يا الله مخلصنا يا رب ارحمنا ارحمنا النعم على شعبك بوحدانية القلب أعطي طمأنينة للعالمين ومزاجا حسنا للهوى. تفضلي يا رب أوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركها. اطلبوا عن هواية السماء وثمرات الأرض والشجر والكروب وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي المسيح إلهنا يباركها يكملها سالمة بغير ألمين ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم أصداك مقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرثها ولتقصر أثمارها. أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم فحين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف
في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم شفاء للمرضى راحة للمعوزي يا رب ارحم إطلاقا للمسبيين قبولا للأيتام يا رب ارحم مساعدة للأرامل المتضايقون اشبعهم بالخير يا رب ارحم الساقطون اقمهم والقيام ثبتهم يا رب ارحم الراقدون اذكرهم والمعترفون اقبل اليك طلباتهم يا رب ارحم الخطاة الذين تابوا احسبهم مع مؤمنيك مؤمنوك احسبهم مع شهدائك يا رب ارحم الذين هاهنا اجعلهم كلهم متشبهين بملائكتك ونحن ايضا مدعوين بنعمتك الى خدمتك ونحن بغير استحقاق اقبلنا إلى آيك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اذكر يا رب هذا الموضع المقدس الذي لك وكل ديار ابائنا الارثوذكسيه صلوا من اجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والاقاليم والجزائر والأديرة يا رب ارحم وكل مدينة وكل قرى والقرى وكل زينتها ونجنا كلنا من الغلاء والوباء والزلازل والغرق والحريق وسبي البربر ومن سيف الغريب ومن قيام الهرات يا رب قطعك سنب شويس انت كارف ما بي اني يسوى بتيرو اتفرناك سجنب Patriarchies, ni prophetes, ni apostolos, ni refios,
ني إيفانجيليستيس ني مارتيروس ني هومولوجيتيس ني مبنفمانيفين إن اسمي إطافوكوك إيفول خنفناتي إنو ذاتي أثو أبثم إنو أويم بارسينوس إنسيوني إيفن Τι σε ότο κόσε σοε, τι Αγιος Ιωάννης Βεβροδρόμος εν βαπτιστής ο εν μαρτύρος νεμπι Αγιος Στεφάνος Βεβρότου διάκονος ο εμε βρο ο Μαρτύρος, νεμπι Άγιος Μάρκος, μη Αποστολός, εθ ο έπιν Ευαγγέλης της. Ω, Μαρτύρος, Nembi Patriarchis with O Abseviros, Nembi Agios Kirellos, Nembi Agios Vasilios, Nembi Agios Verios. Nembeniotin dekeos binesti avantoni, nembesmi avabavli, nembishomtes hoeb ava mekeri. Nimbeniot ava Ioannis, nimbeniot ava Bishoi, nimneniotis o ebin Romeus, Maximus nimdometius, nimbemevsitem martyros, nimbigori, Αμούσι νεμπενιώτα βαβαχούμε φιώτεν τί κοινώνια νεμπενιώτα αβανσινούτι μπιάρσι μεν ιδρύτης Nembeniota vanu ferbiana horitis. Nembeniota vansa amuil bi omolo getis. Nembeniota Avarse enios bisophos empsacheni poros
نعم بخورون ستير انتني ثواب انطاك نيت ابوليتين نوتي هون منوطوب ناين انتيرو افسوب او ما تقون الذئب كراني صواب اي طف موتي اموف اري اقول نيتوش مارطان نيران انتان نيوت صواب بطريرشي ستاب انكوت ابشويس مامتن نو بسيشي تيرو وانت فكان النو بينا بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين المجد لك يا رب يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نايحهم أحد يا رب الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا الذين ليسوا في فكرنا الذين ركضوا ريحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء تفضل يا رب أن تريح نفوس عبيدك الذين انتقلوا تصوني سارة فايز صدهم عفاف تامر عماد فايز فادي صلاح سميرة يوسف إبراهيم دانيال مجدي فحدنا بان قدسين ابراهيم واسحاق يعقوب علوم في موضع خضر على ماء الراحه في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قدسيك يا رب تانربو مافيم بيستوس نمنيون اتام بنربو مافين أرثو دوكسوس نايتيانون نمو هس آغا فوسو هم ما يرومي افنو اوتي إنن برام تومان
نيطا اي توخن بينوش نمنيطا اي توخن بينوش نيطا اي توخن او امي نمنيطا ايتو خن اومتان امي نيتي نمني اس اون هيفون شويسك اقفنا ان مثل ما يرجع ويحيا ردنا يا الله إلى خلاصك واصنع معنا كصلاحك يا من يصنع أكثر مما نسأل أو نفهم كما كان كان سيكون من شيء يتمجد وتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع أبيك الصالح والروح القدوس السلام للقوم
مخلصنا محب البشر الصالح محي أنفسنا يا الله الذي أسلم ذاته عنا خلاصا من أجل خطايانا الذي بكثرة رحمته حل عداوة البشر أيها الإله الابن الوحيد الذي في حضن أبيه يا رب بارك Yeah.
في ذلك الزمان الآن أيضا قسم. القديسين ورسله الأطهار في ذلك الزمان الآن أيضا يا سيدنا أعطنا وكل شعبك يا ضابط الكون قول الرب إلهنا آمين آمين. صلوا أيها السيد الرب الإله الضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم علمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس وعلمنا أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين إذ قال أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. كريا ليسان كريا ليسان يا رب رحام الصوم والصلاة هما اللذان رفع إلي إلى السماء وخلص دانيال من جب الأسود
الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله. وغفر لهم خطاياهم ورفع غضبه عنهم. من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروهم مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. كيريا ليسان كيريا ليسان يا شهداء حتى
سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأبرار والصدقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظم محبتهم في الملك المسيح كيريا ليسون شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مزين وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكسر بدالة بغير خوف أن ندعوك يا الله الآب القدوس الذي سمت ونقول أبانا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد أمين. خم بغرستو
خامن تيوم تابو آمين يريني باسي كتبنا وماتي اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها وصحقنا مع روحنا بخوف الله يا امين امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدسات للقدسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدوس آمين إرني باسي كتب نظماتي يا سيد مقدس دمًا كريمًا حقيقيًا ليسوع المسيح ابن الهنا آمين آمين مقدسًا وكريمًا جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا آمين سومن بس نوفنت مانويل بنوت فاي بخن ومث مي امين امين تينا تي امين 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 اومن 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 واعترف للنفس الاخير ان هذا هو الجسد المحيي الذي اخذته ايها المسيح الهي من سيدتنا كلنا والدة الاله العذراء الطاهرة قديسة مريم وجعلته واحدا ما له تكاب غير اختلاط ولا انتزاج ولا تغيير واعترفت الاعتراف الحسن امام بلاطس وانت سلمت عنا على الخشبة المقدسة بارادتك وحدك عنا كلنا اؤمن ان له تكالى مفارق نسوت تكالى لحظة واحدة وطرفة عين اعطانا خلاصا وغفران الخطايا حياة بدينا نتناول منه اؤمن ان هذا هو بالحقيقة امين كل مجد امين 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 ان هذا هو بالحقيقه امين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من اجلهم ان نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة يسوع المسيح معكم رتلوا بنشيدين الليل ويا صلوا من أجل التناول بإشقاق من أصل مقدس الطير اسمه يا رب ارحم زقصان سنكيري زقصان Yeah.